الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اهلا ومرحبا بكم في لقاء، يعني خلينا نعتبر هذا اللقاء لقاء استثنائي. لقاء استثنائي من وقت لاخر، السيره تحتاج ان هي تخدم في مواضيع متعلقه. تمام، احنا انتهينا بفضل الله تعالى من المستوى الاول تماما من السيره، ونبدأ بإذن الله تعالى المستوى الثاني، ولكن هناك مواضيع مهمة علشان نعرف نكمل، يحتاج إنسان في السيرة أنه يكون على دراية بها. طيب، إيه الموضوع اللي إحنا النهاردة هنستثنيه أو هنخليه مستقل بذاته؟ لأنه فعلا موضوع مستقل بذاته يحتاج إلى محاضرة كاملة، وهو الموضوع المهم المفروض كان يتقال من بدري، ولكن هو الآن سيكون له أذان صاغية. دايما التشويق بيخلي بعض المواضيع لما بتيجي حتى لو كانت متأخرة بتيجي والإنسان مشتاق إليها. فالنهاردة سنتكلم بإذن الله تعالى عن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. هيا احنا من أول السيرة ما تكلمناش في الموضوع دوت خالص، ولعل ده علشان الناس تشتاق إلى ذلك، وفعلا يكون واقع الكلام عليها مختلف لما الآن تسمع وصف من تحب عليه الصلاة والسلام. في فرق ان انت تسمع اول حاجة في السيرة كده الوصف، انت لسه ما مبتدئ في السيرة، لم يقع في قلبك الحب الكامل او الواجب للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الآن بعدما تعلمنا ما تعلمناه ودرسنا ما درسناه في السيرة، لا شك ان الآن الناس تريد تشتاق ان تعرف كيف كان شكل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت هيئته، كيف كان هو عليه الصلاة والسلام. مع الاتفاق أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن من خلق الله سبحانه وتعالى من خلقه صلى الله عليه وسلم. الحديث دوت مناسب أن احنا ممكن نجعله بين المستوى الأول والثاني على اعتبار يبقى ده استراحة، ومناسب أن هو يكون أثناء الهجرة بعد حديث أم معبد. أم معبد الخزاعية، المرأة اللي وصفت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أكتر واحدة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام. ومعبد هي دي اللي قابلها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة. تعرفين في رحلة الهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه أبو بكر الصديق، وكان معاه عبد الله بن أريقت، وده كان الخريط أو الدليل بتاعهم في الطريق، وكان أحيانا بيبقى معاه عامر بن أبي فهيرة، وده كان مولى لأبي بكر الصديق، كان دوت أحيانا بيكون معاهم يجيب لهم الأكل، يعمل مش عارف إيه، يعني كان في دور خدمي ما بين مكة وما بينهم، بيتحرك بسرعة عامر بن أبي فهيرة رضي الله عنه وأرضاه. المهم في الرحلة، في طبيعة الطريق عند العرب في الصحراء بيبقى فيه هم حافظين الطرق وحافظين أماكن معينة كده بيستريحوا فيها العرب في الطريق. ففي العادة الأماكن دي بتكون بعض الخيام المستقرة لبعض العرب، هم بيعيشين في الحتة ديت وحياتهم هنا، عندهم بقى أغنام وعندهم لبن وعندهم تمر وبتاع، فأي حد بيعدي بيشتري منهم اللبن والحليب والتمر والكلام دوت ويتقوى بيه ويتوكل على الله لباقي رحلته. فكان من هذه الخيام المشهورة عند العرب خيمة أم معبد. أم معبد كانت امرأة جلدة، يعني امرأة صلبة، عارف انت واحدة زي عارف واحدة زي الصعيدة كده عندنا كده، امرأة قوية، امرأة برزة، يعني برزة كانت تطلع وتنتظر الركب في الطريق وتخدمهم وتعمل لهم معهم زي ما بيقولوا كده أحلى واجب، وكانت زي ما بيقولوا كده بالبلدي ست جدعة كده، عارف انت النموذج ده، ست صلبة وجدعة، وكانت فعلا تبقى حريصة ان هي تخدم اي ركب وتساعد، واي حد تشوفه بفلوس من غير فلوس هي ايه، ست جدعة زي ما بيقولوا كده. فهي دي أم معبد، امرأة عجيبة، وكانت امرأة من الناس اللي ايه الفصيحة جدا، زي ما هنشوف فصاحة أم معبد في الكلام هتبقى عاملة ازاي. فكان طبيعي الناس مشهور قوي خيمة أم معبد، عارفين هم يروحوا هناك هيلاقوا ضيافة كويسة وامرأة كريمة والكلام دوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرج على خيمة أم معبد، وكان معاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه زي ما عرفنا في رحلة الهجرة وكده، وكان معهم الله أعلم في الوقت ده عبد الله بن أريقت. المهم يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما تعرفوش، هي ما تعرفش مين دوت، فبالنسبة لها دول ناس مسافرين وهي كده كده مش حافظة أهل مكة يعني.
لا وده مش بيعدي، او النبي عليه الصلاه والسلام مش بيعدي عليها على طول، فمش مش حافظاه تمام. ف المهم ان ام معبد عادي استضافتهم تمام، فطلبوا منها لبن، فقالت والله يعني جيته في وقت غير مناسب، ما فيش اي حاجه خالص. ليه؟ قال لك الاغنام بتاعتي كلها بره مبدئيا، يعني الاغنام بتاعتي كان جوزها واخد الاغنام وطالع بره بياكلهم ويشربهم، فما فيش عندي حاجه. طب عندك ايه؟ ما فيش غير شاه قاعده كده، ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش لبن ولا فيها اي حاجه خالص. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها طب هاتي الشاه ديت، فمسح على ضرع النبي عليه الصلاه والسلام، مسح على ضرع الايه؟ ضرع الشاه ديت، فامتلأ بالايه؟ امتلأ باللبن، امتلأ باللبن. حتى ام معبد وهي بتوصف الشاه دي قالت شاه خلفها الجهد عن الغنم، خلفها الجهد عن الغنم، يعني من كتر التعب والوهن اللي فيها ما قدرتش تروح اصلا معاهم، يعني ما قدرتش تتحرك، ما تتحركش اصلا، مش قادره تروح تاكل، متخيل يعني حاجه كده ما فيش اصلا، ما فيهاش. فلا طب هاتيها، قالت لا والله لو لقيت فيها لبن اشرب، انا هقول لك اجرب، انا بقول لك ما فيهاش. فمسح النبي عليه الصلاه والسلام بس على الضرع كده فامتلأ لبنا، فحلب النبي عليه الصلاه والسلام وخلى ام معبد تشرب الاول، شربت لغايه ما بصت على الاخر، وبعد كده شرب ابو بكر وشرب عبد الله بن اريقط، وبعد كده شرب هو عليه الصلاه والسلام، وبعد كده راح مسح تاني، اتملى الضرع تاني وحلب لها تاني وملى لها لبن قد كده، قال لها اتفضلي سلام. ومشي النبي عليه الصلاه والسلام، ومراه منبهره مذهوله مش عارفه ايه ده، مين ده، ايه اللي بيحصل، مش مستوعبه ايه اللي حصل دوت. رجع جوزها ومعاه الاغنام، فطبعا قال ايه الشاه دي، اللبن ده منين، احنا ماشيين ما فيش حاجه. قالت له جه واحد صفته كذا 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 كذا، فبعد ما وصفته له قال يا ام معبد هذا هو صاحب قريش الذي تبحث عنه. هو بقى هو ده ماشي في التعب فبيقابل ناس فبيسالوه، قالوا له شفت واحد صفته كده 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 عشان بيدوروا عليه، فلما وصفته هو ده اللي الناس بيدوروا عليه. قال لا يا ام معبد هذا ايه، هذا صاحب قريش الذي يبحثون عنه. قال ابو معبد زوج ام معبد قال فهممت ان اصحبه، يعني لما سمعت عنه وكراماته ديت قلت لا انا اروح اتبعه كمان، ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا. طبعا ابو معبد اسلم يعني بعد ذلك وحسن اسلامه. الشاهد يعني ان ايه، ان ان هنا بقى الفيصلي بقى لما ام معبد وصفت بقى عايزه حبت توصف النبي عليه الصلاه والسلام لابي معبد، عايزه بيقول لها مين اللي جه، عايزه توصفه. شوف بقى الكلام اللي ال 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 البديع اللي هتوصف بيه ام معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهتتعجب يعني من فصاحه ام معبد ودقه وصفها للنبي عليه الصلاه والسلام. خلينا هنقوله النهارده هنتكلم بالطرق الاتيه، هنقول الاول وصف ام معبد ونشرحه كويس تمام، وبعد كده هنتكلم عن وصف علي بن ابي طالب للنبي عليه الصلاه والسلام ونشرحه كويس، وهنقوله برضو بعض الصحابة اللي قالوا حاجات كده في الوصف غير اللي اتقالت تمام، وبعد كده نجمع نحاول نجمع الوصف مرة واحدة ونسرده كأننا بنتفرج أو بنشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونوصف بقى إيه يعني إيه بالتفصيل. أم معبد الخزاعية اسمها عاتكة بنت خويلد، عاتكة بنت خويلد بن خالد، عاتكة بنت خويلد ابن خالد، هذه المرأة الكريمة اللي وصفت النبي عليه الصلاه والسلام. خد بالك قبل ما نطلع بس كده في الوصف، هي بتوصف واحد كانت معتبراه شخص عادي معدي، يعني في فرق ان انت تكون قبل ما انا قبل ما توصفني كنت عارف ان انا الرسول عليه الصلاه والسلام، فالنظره ليا هتختلف، هتبقى اصلا انت عندك متسيطر عليك البهاء والجلال والعظمه، فده هياثر عليك، ممكن تبالغ في الوصف. لو واحد قال لك اوصف الرسول فهتلاقي نفسك عايز ايه؟ عايز تقول احسن ما عندك، فممكن تبالغ صح، ومفيش مبالغه في وصف النبي عليه الصلاه والسلام طبعا، لكن اللي عايز اقوله يعني ان ام معبد اللي هتوصفه ده توصف واحد اللي هو راجل عادي معدي، ما يعني ما تعرفش ان ده اصلا الرسول عليه الصلاه والسلام، فدي بتوصفه كده اللي هو متجرده من المبالغه او التاثر بيه على اعتبار الرساله، وملوش منه عليها، ملوش فضل عليها، مفيش حاجه حصلت تمام، ما تعرفوش قبل كده، فدي بتوصف وصف متجرد تماما. عشان كده حتى اللي كان ليهم اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام فعلا تاثروا بيه جدا، وصف بيهم الحال ان هم مش عارفين يوصفوه من جلال النبي عليه الصلاه والسلام. هذا عمرو بن العاص بعد ما اسلم قال لو قلتم لي صف لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما استطعت، فإنني ما كنت أنظر إليه إجلالا صلى الله عليه وسلم، ما كنتش أقدر أحط عيني في عينه عليه الصلاة والسلام وأقعد كده أدقق فيه. سمو معبد ما تعرفش مين، فكان عندها الجرأة إن هي تبص كويس وتوصف كويس. عشان كده هتلاقي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي قالها؟ أم معبد وعلي بن أبي طالب، أكتر اتنين إيه؟ وصفوه أنس مثلا بن مالك، ناس اللي ليها يعني كده في أصلا عارفينه من زمان أصلا وبيشوفوه من زمان من قبل الرسالة والكلام دوت. لكن عامة الصحابة كانوا فعلا يعني في مهابة للنبي عليه الصلاة والسلام وجلال ليه عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله يعني. المهم يعني وانت داخل كده على أم معبد، انت تصور بس أم معبد تصف رجل مر عليه. شوف بقى ليه كلام الرائع اللي اتقال ده كله في رجل مر عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت أم معبد، قالت أم معبد وهي بتوصف بقى لزوجها الايه الكلام دوت، قال أتانا رجل ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة يعني منير، يعني الوضاءة من النظافة، يعني تشوف كده حاجة كده ايه، حاجة زي القمر داخل عليك كده، حاجة ما تتوصفش، مش وضيء، في وضيء جاي من الوضوء، تمام، الوضوء النظافة والكلام ده، ففي الوضاءة، لا بتقول ظاهر الوضاءة يعني لا بيبان يعني مميز، ظاهر الوضاءة عليه الصلاة والسلام، منير مشرق، تمام. قالت أبلج الوجه، أبلج الوجه. خليني أقول لكم الوصف الأول برضه عشان أنا طبعا يعني غالبا مش تفهموا أغلب الكلام، بس أنا أقول لكم مرة واحدة وبعد كده نرجع نقوله واحدة واحدة، بس أنا عايزك مرة كده تسمعوا كده مرة كده وبعد كده عشان ما تفهموش وبعد كده ما تفهموا تتبسط وبعد كده نقراه تاني، بس عايزك تعرف بعدك عن اللغة العربية. عشان كده لما نقول مثلا قرآن وإعجاز القرآن والعرب كانوا أدرى بالقرآن، مالكش دعوة أنت بالكلام دوت، أنت مش فاهم أي حاجة في اللغة العربية، تمام. فاحنا هنشوف بس ده وصف ام معبد كانت بتوصف واحد، يعني لا العرب عندهم كلام اكبر من كده بكتير. قالت ام معبد قال كان ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجله ولم تزر به صعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدرنا ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم. هذا وصف راق جدا لو تعلمون وعالي جدا، لكن أكيد طبعا الكلام صعب شوية. خلينا نستمتع بمعاني كلام أم معبد وهي بتوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف. قالت أم معبد ظاهر الوضاء، كلمنا فيها دي، أبلج الوجه، يعني أبلج الوجه يعني منير الوجه صلى الله عليه وسلم، وجهه مستنير صلى الله عليه وسلم، مشرق تقول منور كده، حاجة في حاجة غريبة كده، عارف أنت، أقول لك كده وشه منور غير أي حد داخل علينا كده، تحس في واحد مختلف كده، وجهه مستنير عليه الصلاة. شوف مع أن أبو بكر حاجة جامدة جدا، بس لا ده مميز، يعني أكيد أبو بكر حاجة برضو في الوضاء او الوجاهه، وابو بكر اصلا رجل وجيه وكان يعني ايه اكيد الاسلام والايمان اعلى واحد في الايمان، فالمفروض يبان عليه يعني، لا ده في ده حته تانية خالص، ابيض صلى الله عليه وسلم وضيء جميل، بتقول حاجه كده انا يعني شدتني كده، تحس ان انت واخد عينك على طول، عارف يعني انت بقى في ناس كده في واحد يشدك كده مش عارف تطلع عينك من عليه، يعني من جماله وبهاءه وتميزه عن رفقائه صلى الله عليه وسلم. قالت أبلج الوجه يعني منير الوجه صلى الله عليه وسلم حسن الخلق
أخلاقه عالية جدا، بيبان في كلامه، في منطقه، في حركاته، في نظراته، في حيائه، في أدبه، في تعامله معايا. دي بتتعامل مع الرايح واللي جاي برضه، وعارف الناس وعارف أخلاقهم. فما تقول على واحد حسن الخلق دي شهادة عالية، تمام؟ فتقول لا لا مميز، ما شفتش كده أبدا في الأدب والأخلاق والرقي والاحترام والذوق والكلام والحياة. حاجة إيه الجمال دوت؟ حاجة جميلة صلى الله عليه وسلم. قالت لم تعبه ثجلة. يعني إيه ثجلة بقى؟ ثجلة قيل فيها قولين. القول الأول الثجلة هي البطن الكبيرة، يعني هو ما عندوش بطن كبيرة يعني، تمام؟ ولم تعبه، فدل عن هذا عيب يعني، تمام؟ ولم تعبه ثجلة. القول الثاني أن الثجلة هي الرأس الكبيرة، رأس كبيرة قوي، لأن احنا هيجي بعد كده في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم الرأس، يعني رأسه فيها كبر، لكن مش كبير قوي يعني ولا صغيرة، هي كبيرة شوية، اللي هو ايه حجم الرأس اللي بالنسبة للرجل كمال. فكل حجم الرأس الرجل لما يكون كبير شوية بيبقى فيه درجة من الكمال والقوة، لكن الكبير قوي بيبقى عيب، تمام؟ فقالت لم تعبه ثجلة، فقيل ان هي البطن الكبيرة وقيل رأس الضخمة الكبيرة، تمام؟ وطبعا معلوم النبي عليه الصلاة والسلام كان بطنه وصدره سواء، ما كان عنده كرش طول حياته عليه الصلاة والسلام أبدا. في نفس الوقت كانش نحيف الخصر، لا كان عنده تحس هو صدره وبطنه سواء، تمام؟ فكان ما فيش بروز وما فيش نحافة، لا في بروز في البطن ولا في نحافة في الخصر. وهذا عيب الرجال يعني، بعض الناس في بعض المعايير دلوقتي في كمال الأجسام مثلا هي الخصر يبقى ايه صغير، هذا عيب في الرجال اصلا يعني، ما دعي هذا الكلام ما يتفرضش عليك، يعيب الرجل يكون خصره محدود. طبعا اللي هنشوف بقى ان هو الكمال اللي فوق ده اللي عند الكمال الأجسام ده كويس، وهتلاقي عند النبي عليه الصلاة والسلام اتساع الصدر وعظم العضلات والكلام ده، لكن الخصر الضيق المنافسة عليه ده يعني ده لا يليق بالرجال اصلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام تحس ان هو ايه لا خصره متوسط، اللي هو ايه زي ما بيقول كده مالي 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 نفسه كده، مش خصر ضيق كده تحس ان جسم نزل مره واحده وبعد كده هذا المنظر ايه بيتحاول يتفرض عليك، بس ده مش ده المنظر الايه الكامل في الرجل، تمام؟ كان صدره وبطنه سواء عليه الصلاه والسلام. قالت ولم تزر به صعله. صعله بقى عكس سجله، صعله اما الراس الصغيره او الايه او البطن النحيفه، يعني مش بطنه كده ايه مكموشه كده على نفسها ولا 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 مليان قوي ولا رفيع خصره ضيق ولا راسه كبيرة ولا راسه صغيرة صلى الله عليه وسلم. ولم تزر به صعلة وسيم قسيم. يعني ايه وسيم قسيم؟ وسيم معروفة، وسيم يعني شديد الجمال، تشوفه كده تنبهر به من جماله عليه الصلاة والسلام. قسيم من التقسيم يعني قسمات وجهه، يقول لك قسمات وجهه، يعني كان بمعنى كده كل حاجة في مكانها، كل حاجة في مكانها. يعني لو قلت حط يعني ارسم رسمة بأحسن رسام في العالم يحط كل عضو في مكانه، لا في حاجة كده ولا عين عاملة كده ولا مناخير رايحة، يعني كل واحد فينا عنده حتة كده فاهم، يعني حاجة في الفم حاجة في العين، المكان نفسه طول متقسم كأن كده ايه عارف انت، حتى في بتوع الرسم بيقسموا الوجه وكده يعني ليها مقاييس وأبعاد، يقول لك ده في الربع الأولاني يحط دي في الربع الثاني والعين تبقى تحت شمال، يعني ايه بيظبطوها ظبط عشان يطلع الرسمة ممتازة جدا ليها معايير. فده معنى قسيم، يعني كأنك كل حاجة محطوطة في مكانها ما حددتش ملي عن المكان المناسب للعضو دوت، العين الفم الأنف وكمان وهم مع بعض شكلهم مع بعض كمان، مش كل حاجة بس مكانها، المنظر العام ايه ده يعني، ما قلما تجد واحد كل حاجة في مكانها بهذه الروعة وهذا الإبداع وهذا الجمال صلى الله عليه وسلم. ده معنى قسيم عليه الصلاة والسلام. قالت في عينيه دعج. يعني ايه دعج؟ الدعج هو شدة السواد، يعني عينه شديدة السواد عليه الصلاة والسلام، السوداء تماما يعني الحدقة يعني سوداء تماما صلى الله عليه وسلم. في عينيه دعج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان البياض، بياض عينه أبيض جدا، تمام؟ كان عينه سوداء جدا والبياض أبيض جدا، بس كان اللي يقرب منه يشوف بعض الخطوط الحمراء كده، فكان يعني من بعيد يبان أسود جدا وأبيض جدا، كان بعض الصحابه وصفوا ان هو عينه فيها خطوط حمراء كده ناحيه الانف، فديت بس كان اللي يقرب يشوفها، لكن في الطبيعي اللي هي الايه شعيرات دمويه كده، لكن من بعيد اسود جدا في ابيض ايه جدا. وهذا الكمال، هذا يدلك ان هذا هو الكمال، عشان كده الحور العين كده
حور العين ايضا عيونهم تبقى سوداء. فالمفترض ان احنا نفهم من هذا الوصف ان العين السوداء هي العين اللون الاكمل. تمام. برضو مع في معايير بتفرض علينا، مع احترامنا طبعا لاصحاب العيون الملونه يعني، بس ده مش يعني ما يعيبوش يعني، ما يعيبش حد عينه خضراء وزرقاء، لكن من يعني لا يصح ان احنا نقول العين الزرقاء افضل من العين السوداء مثلا، لان النبي عليه الصلاه والسلام كانت عينه ايه؟ سوداء، وقد اوتي الكمال عليه الصلاه والسلام. فهذا هو الاكمل، هذا هو الاكمل. يعني طبعا دي مش ميزه وعيب يعني، مش هنقول عيب التاني عيب او كده، بس احنا لنا معاييرنا. حتى الحور العين يوم القيامه هيكونوا ايه؟ هتكون عينيهم سوداء. تمام. فده في فالمفترض ان احنا ايه، ما ناخدش معايير غيرنا تفرض علينا، على اعتبار ان الغالب دلوقتي واللي معاه التقدم والحضاره هم اصحاب العيون الزرقاء والخضراء والكلام دوت، يبقى خلاص هم دول. اذا بما ان اذا انا اظن ان الاوروبيين زمان لما كان المسلمين هم اللي هم المتقدمين كانوا بيقولوا، كان ممكن لو في عدسات سعيده كانوا يحطوا عدسات سوداء يعني، لان كل واحد بيحب يقلد الايه، يقلد الغالب وخلاص. فانت ما يعني احنا ما يعني، هو النبي عليه الصلاه والسلام كانت عينه سوداء عليه الصلاه والسلام، خلاص ده ينهي الايه، ينهي النزاع في اي انهي عين لونها احلى والكلام دوت، العين السوداء ايه تغلب بقى خلاص كده. تمام. صلى الله عليه وسلم في عينه دعج، يعني شده سواد في شده بياض، شده سواد العين، وده وصف الحور العين. وكان عينه واسعه عليه الصلاه والسلام، هذا ايضا وصف دايما وصف حسن في العين، هي تكون واسعه، وايضا الحور العين كده وعينهم بتبقى واسعه، وفي سواد شده سواد في شده بياض مع اتساع عين، مع اتساع في العين. قال وفي أشفاره وطف، الأشفار اللي هي الرموش اللي على رموش، مش الحواجب، الرموش، والوطف اللي هو إيه، الطول، رموشه طويلة عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا مظهر الجمال بلا شك. تمام. صلى الله عليه وسلم وفي أشفاره وطف، يعني رموشه فيها طول صلى الله عليه وسلم. قالت وفي صوته صهل، يعني إيه صهل في صوته؟ يعني في بحة خفيفة كده، يعني صوته كان جميل. عارف أنت في ناس صوتها كده ليه كده إيه، ليه واقع في الاذن كده، تحس صوته مميز كده، صوته جميل لما تسمعه، لا ليه بحته، مش اللي هو صوت خشن ولا صوت اسف يعني مسرسع زي ما بيقولوا كده، لا هو الرفيع اللي مسرسع ولا الخشن اللي هو تحس واحد نايم دايما، او ان هو مثلا صوته كده ايه مقفول على طول، او تحس ان هو عنده مسجوم او متاثر بجيوب انفيه. عارف انت في اصوات كده ليها تاثيرات، اللي عنده جيوب انفيه، اللي عنده برد على طول، اللي صوته اصلا رفيع خلقه، لا هو كان وسط كده عليه الصلاه والسلام، صوت واضح قوي يشدك، وفي بحه كده بتعجبك في ودانك كده، اللي هو الصوت جميل، ليه صوت واضح جدا وسط، ليه بحته كده اللي هي بتشدك كده، ايه ده صوته جميل عليه الصلاه والسلام. وهنشوف بقى طبعا يعني، خد بالك هنقول في اخر الدرس، فكروني ان نقول النبي عليه الصلاه والسلام كان اجمل من يوسف عليه السلام باتفاق العلماء، وكان صوته احلى من داود عليه السلام. تمام. وهنقوله بقى الايه الجمع ما بين الكلام ده وبين اللي خدناه في رحله الاسراء، ان يوسف عليه السلام اوتي الشطره ليه؟ شطر الحسن. هذا لا يعني انه اجمل من النبي عليه الصلاه والسلام قطعا، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. تمام. قالت يعني صوته فيه بح عليه الصلاه والسلام، خدنا بالنا. طيب بعد كده قالت ايه؟ قالت وفي عنقه سطع، سطع يعني عنقه طويلة، كان عنقه طويلة وكانت شديدة البياض، حتى واحد الصحابة بيوصف كأن عنقه إبريق من الفضة، يعني من بياضها، يعني كأنها إبريق من الفضة، زي ما يقول كأنها مصبوبة صب كده. عارف انت العنق كأنها حتة واحدة مصبوبة كده، حسيها كده واضحة كده، بيضاء طويلة ما فيش فيها أي مصبوبة كده عليه الصلاة والسلام. قالت وفي عنقه سطع أحور، أحور ده اللي احنا قلناه بقى، الحور اللي هو الايه، شدة سواد في شدة بياض، ده اسمه الحور، عشان كده تسمى الحور حور، حور العين، لأنها شدة في عينها شدة سواد مع شدة بياض في الايه، فيما حول الحدقة دي. فكان أحور عليه الصلاة والسلام. أكحل، ما معنى أكحل؟ أكحل يعني عينيه مرسومة، يعني اللي يشوفه يقول ده حاطط كحل أكيد، وهو مش حاطط كحل، أكحل وهو مش حاطط كحل عليه الصلاة والسلام. فعينه كان كده حواليها حاجة كأنك مضلل كده، عارف أنت لما بيرسموا ويضللوا كده علشان العين تبان، في حاجة اسمها التظليل، اللي هو اللي الكحل بيعمله، لما بيعملوا الكحل كأنه زي التظليل في الرسم كده، اللي بيخلي الإيه الأيتم أو يسموها العين أو الحاجة اللي أنت راسمها تبان، تبرز كده فتشدك، تبان معاك. الله. تمام. فحتى اللي يحب في المصممين يبرز حاجه يحط لها اطار فتبرز، فعينه باينه قوي،
تحس ان هي شداك كده، زي ما بيقولوا كده سحراك بجمالها، صح التعبير، ان هي تحس ان هي فيها كحل، كحل، وليس وهو مش حاطط كحل عليه الصلاه والسلام، بس هو ربنا خلقه كده، عينه تشدك، عينه جميله عليه الصلاه والسلام، اكحل. ازج، يعني ايه ازج بقى؟ ازج ده وصف الحواجب بقى، هي يعني دلوقتي طلعت للحواجب. ازج هو وصف الحواجب، الحواجب ازج يعني حواجبه كانها مرسومه ومقوسه. حواجب كده جميله وفيها تقويسه كده. تعرف الحواجب ممكن تبقى ايه؟ في حاجه بيبقى مفرود كده، هو خط، في حاجه تلاقيه تحس طالع فوق شويه، صح؟ وفي الحواجب اللي هي بتبقى لفه كده، يعني ممكن حاجه شبه الحاجب بتاعي كده، في تقوس كده، تمام؟ طبعا احلى بكتير، بس بتكلم على التقوس عموما، من الحاجب المقوس اللي هو بيلف حوالين العين، وده احلى، لان لما الحاجب بياخد شكل العين تبقى الرسمه اجمل، المنظر من بره ابهى، فهي كل حاجه زي ما قالت قسيم، هي كل حاجه في مكانها. كل حاجة تحس ان هي مرسومة، العين والرموش عاملة عليها برضو شكل جميل، وفي كأنك حاطط كحل، وكأنك حاطط الحاجب ماشي مع العين، حاجة كده ايه ما شفناش كده، الكمالات دي ما اجتمعتش في واحد قبل كده. ازج يعني في تقوس في ايه؟ في الحواجب، حواجب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت اقرن، يعني ايه اقرن؟ اقرن يعني الحواجب هي مقوسة، بي 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 بيمشوا بيقعدوا يخفوا 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 لغايه ما يتقابلوا في النص، تحس ان هم اتقابلوا بس ما اتقابلوش قوي. هي ام معبد قالت اقرن، وفي روايه في علي بن ابي طالب او غيره والله اعلم قال قال اقرن وليس به قرن. يعني ايه اقرن وليس به قرن؟ يعني هم متقابلين ومش متقابلين. دي تحصل ازاي؟ تحصل ان هو مقوس، تمام، بس بيجي في قرب الاواخر كده، الحته اللي هي فوق المناخير دي او فوق الانف، يعني تبتدي الشعر يخف 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 يخف, يخف لغايه ما تحس ان هو اتقابل، بس انت من بعيد حاسس ان هو ما اتقابلش، بس هو اتقابل. فايه اقرن؟ فالحته الاخيره خالص اللي هي النقطه دي ما فيهاش شعر خلاص، فيبتدي يخف بسيط بسيط لغايه ما نوصل لاخر نقطه هنا، ما فيش شعر خلاص. فهو ده اقرن وليس به، يعني عشان برضه ما تفهمش اقرن دي الحواجب ملتصقة، الالتصاق ده برضو مش الكمالات، تمام، او اللي هو الحواجب واخدة نفس الكثافة لغاية الاخر. فلما يقول لك اقرن وليس به قرن، تفهم ان هي ايه؟ مش حاجبين كثيفين ولازقين في بعض، ولا متقابلين بنفس الكثافة، وبيخف يخف يخف لغاية في الاخر، في اخر نقطة مفيش شعر، فهم كأنهم يتقابلوا كده، بيقول كده بلطف، يعني يتقابلوا في ايه؟ بطريقة لطيفة على الاخر، واحنا بنخفف كده، وكأن برضو انت قاعد تتخيل الرسمة كده في 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 وانت بتحسن المشهد وبترسم الحواجب بشكل كامل، بتبتدي تخفف الايه؟ تظليل في النص كده لغايه ما يتقابلوا بشكل جميل عليه الصلاه والسلام، تمام. فقالت ايه؟ ازج، اقرن. وبعد كده قالت شديد سواد الشعر، شعر اسود جدا عليه الصلاه والسلام، كانه الليل عليه الصلاه والسلام، شديد سواد الشعر. هنشوف برضو بعض الروايات ان شعره علي بن ابي طالب هيقول ما كانش ناعم قوي ولا خشن قوي، وكان لغايه كتفه او ودانه، خلينا لما نوصل لعلي بن ابي طالب، بس هي اللي وصفته في الشعر ام معبد انه شديد سواد الشعر عليه الصلاه والسلام. وبعد كده اتكلمت بقى على الايه؟ كل هي وصفت تقريبا وصف اجمالي للوجه والكلام ده. قالت اذا صمت عليه الوقار، وده وصف عجيب جدا، يعني الواحد ممكن ايه يتكلم، لكن اذا صمت عليه الوقار، تقول وهو ساكت ليه مهابه عجيبه، هو ما بيتكلمش ساكت ساكت، بس تقول ده هو ساكت كل الناس، انا حاسه بمهابه، حاسه ان انا يعني شوف، مع ان خد بالك دي مرأة ايه؟ ام معبد. تعرف ايه ام معبد؟ دي واحده قاعده بتقابل الرايح واللي جاي، يعني جريئه شويه، فيها شده، يعني زي ما بقول لك واحده عامله زي واحده صعيديه كده، جدعه كده، اللي هي مش صعب تهاب حد، يعني لو مفيش واحد تبقى خايفه واقفه قدامه هيباه، يعني مش انت ممكن تقول واحد لسه بسيطه ولا بنت عاديه، لا ام معبد يا جماعه واحده جامده اصلا، جدعه كده بنت بلد، يعني لو مش سهل تقول على واحد عليه الوقار دي، اللي هو تقول انا هيباه اصلا، ده ايه المهابه اللي على النبي عليه الصلاه والسلام دي؟ ما تستغربش ان كان الراجل اصلا يجي له كان يترعش قدامه عليه الصلاه والسلام، يعني ام معبد دي اقوى من الرجال اصلا، تمام. فكان احيانا ياتي رجل للنبي عليه الصلاه والسلام يرتعد امامه من مهابته عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام يهدئ من روعه، يقول لي اخي يعني هون عليك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه،
قديد اللحم المجفف يعني، وكان الايه الناس اللي هي مش اغنياء قوي بياكلوا بيخزنوا اللحم وبياكلوه متجفف. الغني كان بياكل ايه طازه بطازه زي ما بيقولوا كده يعني، يذبح وياكل، لكن لو مش ضامن بكره فكان يخزن فياكل الايه لحم المجفف. عايز اقول احنا ناس بسيطه يعني، يعني ما تخافش قوي انت مالك كده يهون عليك، انا راجل عادي خالص، انا ابن امراه كانت تاكل قديد بمكه. فاذا كان الرجال كانوا يهابوه عليه الصلاه والسلام، وكان يعني كما وصف في صلح حديبيه حوله الصحابه كان على رؤوسهم الطير، مفيش حد قدر يتكلم. اذا كان بنته كانت تهابه فاطمه صلى رضي الله عنها وارضاها، كانت تقول كنت اروح عايز اساله على خادم، اول ما اشوفه ما اعرفش اتكلم. بنته اللي هي متعوده عليه تقول استحي، اول ما اشوفه يحصل لي كده حاجه. وكان الصحابي يقول كان رجل كان الواحد فينا يكون عنده السؤال للنبي عليه الصلاه والسلام يظل سنه ليه عشان يساله، كل ما يروح له يهابه، يروح ماشي يروح يهابه يقعد سنه كلها. فكنا نفرح بالاعرابي ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام يساله، بس ده مش حاسس اللي احنا حاسينه لسه جاي. فكان ممكن هو عشان غليظ الاعرابي شويه ممكن يساله وبتاع وياخد راحته، فبنفرح قوي الاعرابي سال سؤال هناخد الاجابه منه وخلاص، لكن احنا مش عارفين نسال من كتر المهابه اللي على النبي عليه الصلاه والسلام. فلما معبد اللي هي اصلا امراه جلده وقويه تمام وبارزه تقول لا ده ايه ده، انا شفتش كده، انا اول مره هاب واحد كده. اذا صمت بس ما هو لسه ما عملش حاجه، اذا صمت علاه الوقار عليه الصلاه والسلام، واذا تكلم علاه البهاء الانبهار التام. الانبهار التام انت تقف انا بيتكلم من هنا انا ما اعرفش اعمل حاجه غير ان انا واقفه بتفرج ومنبهره بس، ايه ده؟ ايه الكلام اللي بيطلع ده؟ ايه الجمال دوت؟ اذا يعني عارف انت واحد في واحد هو لما بيبقى صامت يبان وقور شويه، اذا تكلم بيتفقس يعني تحس ان هو يطلع ايه؟ دماغه صغيره، يطلع تافه، يطلع ما مالوش لازمه في الحياه يعني. ايه يقول لك تكلم حتى اعرفك، ما طول ما انت قاعد سيد كده عامل لنا ايه؟ عامل لنا المهيب فاهم؟ فاتكلم نفقسك بقى نعرف انت ايه جوه. لا تقول ده هو صامت وقار، قلت هتتكلم هيبان بقى، لا لما اتكلم بقى الموضوع بقى اصعب. علاه البهاء بقى كان الدنيا ايه كان اتسيطر عليا، انا بقى ما بتكلمش، انا بتفرج بس، بدليل ان هو اصلا خلص المومه ومشي وهي مش عارفه تقول ايه. يعني انت خدت بالك مش واقفه وقفته ايه اللي انت عملته وازاي الشمس ما سالتش اصلا، هي انا حاسسها هي قاعده طول الوقت تتفرج بس، واللبن اتحط وشربه وحط له بتاع ومشي. ام معبد اللي يعني بتتكلم عادي فاهم ازاي، قلت انا مش عارف. انا بتفرج بس لغايه ما مشي، انا مش عارف اعمل ايه يعني، مش عارف انا ايه اللي يخليني مش عارف اتكلم. سبحان الله. واذا تكلم ايه علاه البهاء. قالت ام معبد اجمل الناس، وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب. قالت أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، يعني تشوفهم بعيد تقول جميل، تقول طبعا ما يقرب هيبان عيوب فيه مثلا. واحد عارف انت واحد يبان من بعيد بـ 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 عارف انت الناس حتى في ناس معايا يقول لك ما تصورنيش من قريب، اديني صوره من بعيد انا ابقى شكلي حلو، قريب يبان بقى في عندي السن عندي حاجه وهنا ونمش، وخد لي زاويه الزاويه دي ببقى شكلي حلو فيها، بلاش الزاويه دي اصل عندي هنا مناخير كبيره بتاع عارف انت. في ناس كده ايه يقول لك ليه كادرات معينه بس، واحيانا يقول لك من بعيد بقى ما تصورنيش من قريب اصلا، فانا ببان حلو كده. وفي حاجات ما تصورنيش لو انا عامل كده ولا انا عامل كده ولا قريب ولا الكادر لا انا كده. هي بتقول مش كل 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 الكادرات جميل عليه الصلاه والسلام لو صح التعبير، قريب حلو بعيد حلو من يمين حلو من الشمال حلو، كل حاجه جميله يعني مش عارفه الاقي له زاويه تطلع فيها عيب. كل واحد فينا ليه زاويه كده يطلع شكله غريب فيها، عارف انت يقول لك صورتني ليه بالزاويه دي يا عم، انا ما يعني ما خلاص ما قلت لك ما بلاش لا دي تقول كل الزوايا جميل
من بعيد حلو، من قريب حلو، ابص له كده حلو، من هنا حلو. هو ازاي؟ هو مفيش غلطه، مفيش غلطه. يعني عليه الصلاه والسلام لا في عيب في، يعني تقرب ما تقرب، زي ما بيقول كده زوم ما تزوم في الوجه، مفيش، ما بتلاقيش حاجه. تعرف كنت تقول له ما تعمل تقرب من الكادر شويه ممكن تلاقي حاجه، تقول مفيش، من بعيد جميل، من قريب اجمل، عليه الصلاه والسلام. قالت حلو المنطق، حلو المنطق، كلامه جميل قوي. ده مين اللي بيقول كده؟ اللي احنا اصلا مش فاهمين كلامها. يعني انت متخيل انا اصلا مش فاهمين كلام اللي انت بتقوليه اصلا. يعني هي لما دي تشهد لحد ان هو حلو المنطق، يبقى كلامه عامل ازاي عليه الصلاه والسلام؟ اوتي جامع الكلم عليه الصلاه والسلام، كلامه جميل، اي حد يسمعه ينبهر بيه، لان هو اوتي مزيه عن البشر، جوامع الكلم اللي هو بيتكلم كلام ايه، تحس ايه ده انت ازاي قلت كل ده في الجمله في الكلمتين دول؟ لا ضرر ولا ضرار، اقعد اشرح فيها ساعه بقى، تمام. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما كسب، اي حديث للنبي عليه الصلاه والسلام هتحس ان هو كلام قليل ويقعد يشرح فيه صفحات، هو ده اسمه جوامع الكلم. فبيبقى مبهر قوي لما يمرق عربيه، بص اللغه عامله ازاي، فدي تعرف تقيس الكلام. انا ما شفتش كده الصراحه، يعني شوف انا بتكلم ازاي، انا ما شفتش كده، شفت واحد بيتكلم كلام محدد وفي اجتمع في كل المعاني ديت، عجيب، مع انه ما اتكلمش معاك كتير. يعني هو قال اتكلم قد ايه؟ يعني بتقول حلو المنطق صلى الله عليه وسلم، فصل، يعني الكلام مفصل، الحرف حرف والكلمه كلمه وفي فصل كده بين الكلام. تعرف احيانا احنا ممكن نتكلم بسرعه شويه تلاقي الكلام دخل في الكلام، تمام. او بعض دلوقتي بقى ترند ان الشغل الكلام اللي هي ايه كده ما تفهمش حاجه، فاهم ازاي؟ او تعوج بقك، او ان انت تقصقص في الكلام، او فتبان انت جميل. لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان كلامه ايه؟ فصل، تحس كل كلمة باينة كده، كل حرف سامع صوته، مفيش حروف داخلة في بعض، مفيش كلام دخل في كلام، مش بيجي في نص كلمة ويقطع زي ما احيانا بنعمل كده، لا، كلام فصل، مفصل كده، مفصل جميل. فواضح، وده من فصاحة الإنسان ان هو يتكلم كلام مفصل، اللي يسمعك يسمع كل كلمة، كل حرف، حبش يضطرش يعيد الكلام، يحفظه بسهولة، تمام. قالت لا نذر ولا هزر، لا يعني لا نذر ولا هزر، لا نذر يعني لا هو طويل ممل خرج عن المطلوب، ولا في تكرار بلا فائده، ولا هزر يعني لا هو مختصر اختصار مخل لو ما فهمناش انت قلت ايه في الاخر. فلا طويل ممل في تكرار لا فائده منه، ولا هو مختصر لا يفهم، لا يفهم. ثم قالت كأن منطقه، كأن كلامه خرزات نظمنا يتحضرنا. عارف انت لما تجيب شويه خرزات اللي هي ايه، خرز زي اللؤلؤ كده او زي الخرز الصناعي، وعايز تعمل منه عقد جميل، فتقعد انت تحط دي، عارف انت عارف تكت الخرزه فوق الخرزه، بيقعدوا يتحضرنا ورا بعض، فانت كانك بتحط خرزه 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 واحده واحده، فكده تبص في الاخر تلاقي عقد جميل. فعايز تقول يعني انا مش لاقي وصف اقوله غير ان كلامه عامل كده كانك جبت خرز كده وقعدت تحطه واحده واحده بروقان، وبيطلع حاجه جميله في الاخر. انا مش عارفه، مش عارفه ازاي دي حصلت يعني، بس هو كلامه كده عليه الصلاه والسلام. قالت ربعه، يعني ايه ربعه؟ يعني ايه ربعه؟ ربعه يعني رجل وسط من القوم، يعني قوي مفرود، لا فاهم ازاي؟ فالربعه من القوم هو مش ضخم قوي ولا ايه، ولا يعني صغير كده، لا هو طويل قوي ولا قصير، لا ربعه من القوم. كان النبي عليه الصلاه والسلام زي ما يقول ابن ابي طالب مش طويل قوي ولا قصير قوي، لكنه الى الطول اقرب، يعني هو وسط بس طويل شويه. يعني لو احنا قلنا الطول والقصر الشديد، هو مش في النص بالظبط، هو طويل شويه الى الطول اقرب، فاهم ازاي؟ بس مش طويل قوي. فده كمال في الرجل ان هو يكون طويل شويه، مش طويل قوي، دي بتبقى فيها ايه كده عدي، لا مش احسن حاجه، ولا القصر عموما في يعني مش مزيه، تمام. والطول ال 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 الطويل شويه دي مزيه في الرجل، يعني الراجل الطويل شويه لو ما تحس ان هو طويل قوي دي مزيه في الرجل طبعا. فكان هو المقاس ده بالظبط، يعني الطول ده بالظبط طويل شويه عليه الصلاه والسلام. فبتقول ربعه من القوم لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول. لا تقحمه عين، يعني وانت تبص له ما تحتاجش توطي،
هتبص له كده من قصره تمام. فلا ما ما ما, ما تقدرش تعمل كده. انت هتعمل كده على طول وفي نفس الوقت ما تعملش كده يعني ما تحس ان انت رفعت راسك قوي عشان تبص له فعايز تقول ان هو لا قصير ولا طويل قوي، لكن انت بترفع راسك شويه عشان تبص له وتحس ان هو ايه يا يعني اما في مستواك لو انت نفس الطول او اقصى حاجه يكون اطول منك حاجه بسيطه لو انت متوسط الطول طبعا يعني. تمام. ولا تشنقه من طول. قالت غصن بين غصنين، يعني انا شايفه ثلاثه قدامي بس في واحد كده في النص في حاجه ثانيه مختلف تماما. يعني ابو بكر موجود شوف حاجه جميل بس طول هو غصن بين غصنين، حاسه ان هو في واحد كده لا في شاددني حاجه مختلفه. فهو انظر الثلاثه منظرا واحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، كل اللي حواليه بيخدموه، حاجه مميز. اذا قال استمعوا لقوله، اول ما يتكلم كله بيركز، ها اؤمر تحت امر في على طول بيجروا بيعملوا اللي هو عايزه. فبتقول الغريب برضه قال واذا امر تبادروا الى امري. محفود محشود، يعني ايه محفود؟ محفود يعني مخدوم، محفود يعني مخدوم. وده يفسر لك قول في الدعاء مثلا تسمعه كتير بس انت مش فاهمه. احنا بنقول ايه؟ اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى وعيد ونحفد. يعني ايه نحفد؟ يعني نخدم. نحفد يعني نخدم تمام. فمحفود يعني مخدوم، محشود يعني يجتمع عليه الناس، يجتمع عليه الناس. يعني ده لو قاعد في مكان كل الناس تجتمع عليه حتى لو قاعد ساكت يشدك. او في احيان مصطلح ممكن معاصر يسموه كاريزما. ليه كاريزما؟ بتشدك بتأثرك. تعرف في ناس كده جذابين جدا حتى هو ساكت، تلاقي كل الناس اول ما يقعدوا كلهم ايه مستنينه يتكلم. فتخيل بقى الرسول عليه الصلاه والسلام ازاي كان ليه جاذبيه صلى الله عليه وسلم بتشد اللي يقعد معاه وبهائه. وبتقول محشود يعني اذا جلس في مكان كله بيجتمع عليه وكله غير بقى سلطانه الديني طبعا عليه الصلاه والسلام ومنصبه، بس هو اصلا خلق عليه الصلاه والسلام له بهائه اللي بيجذب كل من جلس معه عليه الصلاه والسلام من حلاوه اخلاقه ومن جمال منطقه عليه الصلاه والسلام. ده بتتعلم منه ازاي انت تكسب قلوب الناس، مش بالتنطيط، مش بالعبط، مش بانك انت تقل من نفسك ولا انك انت تبقى فاهم ازاي. لا، كل ما تكون اكثر وقارا، كل ما يكون كلامك عالي راقي، كل ما يكون اخلاقك عاليه، ده اللي بيشد الناس فعلا. الناس الكويسه احنا مش مالناش دعوه بالتانيين، لكن هو ده اللي بيعمل لك قيمه بين الناس. لما عارف الناس تعودوا ان انت بتتكلم لا كلامك موزون، لما بتتكلم بيسمعوك عارفين ان اكيد هتقول حاجه حلوه، لكن عارف ان انت على طول اي كلام وبتاع مش مشكله، محدش بيركز معاك اصلا خلاص. قال لك بقى ايه ده ما مستفدش منه بحاجه، او حركاتك كلها غوغائيه ملهاش قيمه. خلي دايما حركه بحساب والكلمه بحساب والموقف بحساب. دي حاجه بتعمل زي ما بيقولوا كده صوره ذهنيه عند الناس بالنسبه لك، فخلاص بقى الناس عارفه ان فلان ده لا لو اتكلم. هل انت في ناس معينه كده بعض الدعاء وبعض كده لما ينزل فيديو كل الناس يروحوا يتفرجوا عليه مثلا، يقول لك لا ما هو ده عمره ما لو بص هتخش هتسمع حاجه جديده، هتسمع حاجه مفيده، اكيد هيقول حاجه مهمه. هو اتعود على كده، ما بيضيعش وقتنا، ما بيمركز، خلاص بتبقى ايمج كده صوره معينه بتتحطت ليك خلاص. المهم بقى ده وصف كده. ام معبد خلصت الايه، تعالوا نقرا تاني بسرعه. قالت ظاهر الوضاء صلى الله عليه وسلم اثلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت عليه الوقار وإذا تكلم عليه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه أحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند عليه الصلاة والسلام. شوف دلوقتي فهمت إيه اختلف تماما إن إحساسك وأنت بتسمع وصف من بعد إيه الكلام ده. طيب خلينا نشوف وصف علي النبي طالب، يعني علي النبي طالب زود شوية حاجات على وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله عنه أرضاه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن بالطويل الممغط، مش طويل قوي بقى اللي هو إيه، ولا القصير المتردد ولا قصير قوي تمام. إحنا قلنا هو وسط لكن أقرب إلى ليه إلى الطول. وكان ربع من القوم. لم يكن بالجعد
أي القطط ولا بالصبت، يعني لم يكن بالجعد ولا بالصبت، ده وصف للشعر. الجعد يعني المجعد، شعره مجعد اللي هو الخشن شوية، ولا الصبت الناعم قوي، عارف زي شعر الرجالة الهنود أو الرجالة الكوريين أو كده، ناعم جدا كده. هيقول لا 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 كده ولا كده، وكأن الكمال هو في الوسط بقى، إنه يكون ناعم بس مش الدرجة دي ولا مجعد، تمام، يكون كده إيه الشعر الوسط زي شعر الشرقيين لما يبقى ناعم كده، تمام. فبيقول هو كان كده عليه الصلاة والسلام، شعره لا هو ناعم قوي النعومة الشديدة ولا في تجعد عليه الصلاة والسلام، رجلا يعني بيسرحه وبيهتم به، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. يعني لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم صلى الله عليه وسلم. المطهم يعني ما كانش ممتلئ الجسم، اللي هو ايه، ما كانش ضخم، يعني ما كانش سمين عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده سمنه خالص، تمام. ولا المكلثم يعني اللي هو شديد تدوير الوجه، زي ما هنشوف في الوصف ان وجهه كان مستدير، بس عايز اقول ما كانش مستدير اللي هو دايره يعني، لا، مستدير يعني اقرب الى الاستداره، يعني وجهه مش نحيف زي كده، ولا اللي هو دايره، في ناس تشاهد تحسه دايره فعلا، تمام، لان الدايره دي غالبا بتكون بسبب سمنه شويه، يعني ان وجهك يبقى دايره دايره قوي كده، ففي دايما بتبقى ايه الخدود منتفخه شويه، فده في درجه من الايه من السمنه شويه، فهو وجهه مستدير بس مش بسبب ايه درجه من السمنه، عشان كده بيقولوا مستدير، بس مش مستدير اللي هو دايره، في نفس الوقت مش في نحافه كده او مستطيل، لا، فهو وجهه استداره، الاستداره الجميله اللي هي مش ناتجه عن سمنه ومدية أقصى درجات الجمال. الوجه المستدير بلا شك جميل، تمام، بس الاستدارة اللي هي سببها الجمال مش سببها السمنة، ولا الوجه السيف اللي هو النحيف دوت صلى الله عليه وسلم، ده معنى إن هو مش مكلثم، يعني مش كامل الاستدارة وجهه صلى الله عليه وسلم، تمام. ثم قال علي رضي الله عنه أرضاه: وكان أبيض مشربا. بيقول له لم يكن بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير، عشان برضه يبقى فين وجهه مدور، بس مش ليه مش اللي هو ايه شديد التدوير، مش دايره يعني. قال: وكان ابيض مشربا. يعني ايه ابيض مشربا؟ يعني ابيض 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 اللي هو الحس ان هو لا ابيض مشرب، مشرب بحمره يعني، يعني وشه ايه ده اجمل الالوان، ان هو ايه وشك ابيض وفيه حمره كده، احمر فيه حمره، اللي هو بيسموه الزهر يعني، كان ازهر عليه الصلاه والسلام، ازهر اللون، عشان كده قيل سميت الزهراء بذلك فاطمه رضي الله عنها زهراء، اللي كان لونها زي لون ابوها عليه الصلاه والسلام، لون ابيها كانت زهراء، زهراء اللون، فهو كان ازهر عليه الصلاه والسلام، ابيض وفيه حمره صلى الله عليه وسلم. قال: ادعج العين، دي خدناها خلاص، اللي هو شديد سواد الايه العين. اهدب الاشفار، هي دي زي ايه في وفي اشفاره وطف، الاهدب اللي هو ايه اشفاره اللي هي الايه الرموش طويله شويه، تمام. قال: جليل المشاش والكدد. دي بص تعبير خده كده، المشاش هي الـ 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 العظام الـ 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 او تقدر تقول المفاصل الـ الاساسيه في الجسم، اللي هي الايه المفاصل في الكتاف، الركب، واخد بالك، كان الحاجات دي كلها عنده كبيره عليه الصلاه والسلام، يعني هو ايه الحاجات الفواصل دي، الكوع اللي هي الحاجات اللي ما بين العظم الكبير دي اسمها ايه، دي اسمها المشاش، الفواصل اللي بين العظمات الكبيرة، ركب، الكوع، اللي هي الحتة اللي هي ما بين كتفك وإيه والترقاء والكلام دوت، الحاجات دي كبيرة عنده عليه الصلاة والسلام، هو كان الحاجات دي قوي فيها، فدي من مظاهر القوة، إن يعني ده معناه إيه، إن أصلاً هو تخيل حجم العضو عامل إزاي، بيقول لك العظمة كبيرة، تمام، الفواصل كبيرة، فأصلاً الأعضاء دي كلها كبيرة، كل الأعضاء بقى اللي فيها قوة، سواء بقى الرجل أو الكتاف أو الذراع او الكلام ده، كل ده كبير عند النبي عليه الصلاه والسلام، كبير فعلا، تحس ان هو يعني زي بتوع كمال الاجسام كده، وهو خلقته كده اصلا عليه الصلاه والسلام، خلقته عارف انت، في يقول لك فلان ده يعني ايه جيناته كده، هو جيناته تجيب على الايه على القوه ديت، في واحد مهما عملت مش هتوصل، لان انت جيناتك مش كده، فهو النبي عليه الصلاه والسلام كان هي دي خلقته عظيمه عليه الصلاه والسلام في كل المواطن اللي فيها قوه، سواء الايه الذراع، كان ذراعه عظيمة عليه الصلاة والسلام، عظيمة زي ما بيقولوا بعض الروايات مكتنزة، عارف هي مكتنزة يعني مليانة لحمة، هو أصلا ما كانش فيه سمنة، فاللي يشوفه يقول لك مكتنزة،
مليانة، بس مليانة ايه؟ عضل يعني، هي كلها عضل، دراعه مكتنزة، كتافه مكتنزة عليه الصلاة والسلام، فجسمه فيه عضل، كله عضل. طبعا حياتهم القوية اللي بتبقى شديدة دي مش فيش دهون بقى، صعب ان انت تلاقي السمنة والدهون والكلام ده، فكان بالنسبة للدهون بتبقى اكيد قليلة في الجسم. فاللي يشوف لا هو الحالة دي هو حالة الصحراء دي بيبقى الشخص عادة رفيع، زي ما تشوف الاعراب وكده بتحسهم رفيعين دايما بسبب ما فيش دهون بقى، الحياة كلها بتبقى صعبة شوية تمام. لكن هو يبقى كده وعضل، لا يبقى ضخم كمان العضلات، مش مجرد عارف انت في ناس اللي بيشتغلوا في شيل الرمل وبتاع بقى عنده عضل، بس ايه تحسه صغير في كل يعني جسمه صغير، البايت الحاجات دي تحسها صغيره، هي ناشفه جدا بس صغيره، لكن هو يبقى كده وضخم بقى كمان، يعني الحاجات دي ناشفه وضخمه تمام. هنشوف بقى مش ناشفه اللي هي النشوفيه، العجيب بقى ان اللي يلمسه يلاقيه لين عليه الصلاه والسلام، يعني اللي يسلم عليه حس ايده ايه الين من الحرير. الله، طب ازاي دي مليانه عضل، فسبحان الله ملمسه لين عليه الصلاه والسلام، لكن تشوفه مكتنز من اللحم عليه الصلاه والسلام، مكتنز من العضل عليه الصلاه والسلام، فتحس ان هو ناشف، تيجي تلمسه او يلمسك تحس ان هو لين. فكان في حاجه غريبه ان هو مع كثره العضلات وقوه الجسم لمسه لين عليه الصلاه والسلام، حاجه عجيبه. المهم يعني بيقول ايه، جليل المشاش يعني عظيم الايه، عظيم رؤوس العظام زي الركب والمراف مرفقين والمنكبين. قال والكتد، الكتد اللي هو والله اعلم الايه، الجزء اللي هو ما بين المنكبين كده وانت رايح على الظهر، اللي هو ايه الحته الظهر بقى، الظهر ده عظيم عارف انت، ظهر عارف ده من مظاهر طبعا قوه الرجل ان ظهره يبقى كبير كده، ما بين الكتفين يبقى عريض زي ما بيقول بتاع كمال الاجسام، بيجي يعمل ايه يبين ظهره كده، هتحس مره واحده ايه الظهر ده، تلاقيه اتفرد كده مره واحده ظهر فعلا. هو النبي عليه الصلاه والسلام كان ظهره كبير، كان ظهره قوي عريض فعلا، لو انت شفته من ورا تنبهر من حجم الايه، من حجم الايه، الحجم الظهر دوت. فبيقول هو علي، تخيل علي بن طالب اصلا كان جامد يعني، اصلا كان ضخم كان قوي جدا يعني، فلا بيقول لا النبي عليه الصلاه والسلام كان حاجه تانية يعني، كان مستوى تاني من القوه، احنا بنعتبره ده يعني ايه، ده بالنسبه لنا قدوه في الايه، في الحجم والقوه العضليه والكلام دوت، عظيم يعني الايه، الركب الدراعات اللي مليان، الظهر عريض قوي واخد بالك، وده كمال في الرجل ان يكون ما بين كتافه عريض، ان يكون صدره واسع، لما كده يفرد صدره كده لا صدر واسع، ما يديك حاجات كلها مرتبطه، ما ده ظهره عريض اكيد صدره هيبقى ايه واسع، ورد في روايات ان هو واسع الصدر عليه الصلاه والسلام، فتحس الجزء العلوي ده فخم قوي. انت عايزك تحاول تتخيل تقرب الصوره قد ايه له كمالات عليه الصلاه والسلام. فعلي بن ابي طالب بيقول جليل المشاش والكتد، يعني الكوع او المرفق يعني، والركب والكتاف وما بين الظهر ما بين الكتفين، حاجه اللهم بارك فخمه ضخمه قويه، وفي بعض الروايات ان هو مكتنز من اللحم، يعني الكلام ده كله مش دهون ولا حجم كده على الفاضي، لا في عضل يعني عليه الصلاه والسلام. بعد كده قال دقيق المسروبه، يعني الموضوع تاني دخل في حته تانيه خالص. المسروبه هي الشعر اللي ما بين الايه، ما بين الصدر والسره، عارف في خط كده عند بعض الرجال، في شعر كده يروح نازل كده من صدره لسرته، خط شعر كده، او بيبقى في شعر احيانا كتير، هو بيقول دقيق المسروبه يعني في خط كده من صدره لغايه سرته في شعر صلى الله عليه وسلم تمام، لان هو اصلا في الروايات الثانيه ان هو ما كانش عنده شعر في صدره عليه الصلاه والسلام، اصلا ما كانش عنده شعر في صدره ولا في بطنه، يعني ما كانش الجزء ده كله ما فيهوش شعر الا الخيط الرفيع ما بين صدره وبطنه عليه الصلاه والسلام، بس كان عنده شعر فين بقى في الجزء دوت، يعني عنده شعر في ايده وشعر في الجزء دوت ولغايه ما نقرب على التقاء الكتف مع الصدر، في هنا الجزء ده كله شعر من ذراعه والجزء دوت العضد، ولغايه ما تقرب على ايه ملتقى الكتف والصدر فيه شعر، والجزء ده برده فيه شعر، لكن الصدر ما فيهوش شعر، البطن ما فيهاش شعر، مفيش غير المسروبه اللي هي ليه ما بين الصدر والشعر ديت، فهمتوا؟ وبعد كده قال ايه بقى؟ قال اجرد، عشان كده قال اجرد يعني مفيش في الصدر والبطن نفسها ايه؟ شعر، تمام؟ قال اذا مشى تقلع كانما يمشي في صبب، يعني يمشي تحسه بيجري. تمام؟ تقلع من صبب يعني كانه واحد نازل منحدر يعني. لما يمشي تحس انه فعلا نازل منحدر، هو ماشي معانا عادي بس هو بيجري، بس احنا مش عارفين بيجري ازاي، مش عارفين نلحقه،
مع انه ماشي نفس مشيتنا. فهو كان التطوة له الارض عليه الصلاه والسلام، فاللي يمشي جنبه تحس ان هو بيمد، انا مش عارف امد ليه، ما انا يعني احنا ماشيين زي بعض، فهو ازاي بيسبقني؟ فتحس ان انت ماشي وراه بتنهك، فاهم؟ قال اذا ايه؟ اذا مشى تقلع كانما يمشي من صوب، واذا التفت التفت جميعا. كان ده من هدي عليه الصلاه والسلام، ان هو ما يحب ما يعملش كده، لو حد نادى عليه ده من وقاره، ده من الوقار برضه، ان هو كان ليه وقاره وليه مهابته. لو يلف لك هيلف لك جسمه كله، يلف لك كده جسمه كله، ما يلفش الا بجسمه كله عليه الصلاه والسلام. ما اللي هو ايه اللي هو كده، هي دي مش عيب، مش عيب يعني، بس هو بيوصف هو ده كان كده. تحس عارف انت راجل وقور قوي، في ناس كده وقور قوي يعني، يحب حتى لما هو بيتحرك حركته نفسها وقوره، حتى لو لف يكلم حد ما يلفلكش براسه بس، يلفلك بجسمه. اذا التفت التفت ايه جميعا عليه الصلاه والسلام. قال بين كتفيه خاتم النبوه. ايه خاتم النبوه ده بين كتفيه؟ وده شفناه في رحله الاسراء، تمام. خاتم النبوه دي حاجه كده، عارفين ادي الشمال، ادي القلب، تمام. مكان القلب ده بس في الظهر، يعني مكان قلبك بس في الظهر، في حاجه اسمها خاتم النبوه. ايه خاتم النبوه ده؟ عباره عن جزء هنا كده، جلده بارزه شويه قد بيضه الحمامه، كان كده ايه حاجه مقببه شويه، جلد كده ايه عالي شويه باين، في بروز جلد كده، بروز في الحته اللي مقابل القلب على طول في الشمال، فديت في بروز كده. فالبروز دوت فيه حمره وفيه شعرات، فيه حمره وفيه شعرات، تمام. ويقال كلام يعني في خاتم النبوة ده ان جبريل ختم له بهذا الخاتم عشان يسد مدخل الشيطان من المكان دوت، وقيل ان الشيطان بيدخل للانسان من المكان دوت، فكان من كمال عصمته عليه الصلاه والسلام ان الخاتم اتقفل يعني مدخل الشيطان لقلب النبي عليه الصلاه والسلام، غير اللي حصل من شق الصدر مرتين والكلام دوت، الله اعلم. بس المهم ده علامه كده، ودي كانت مشهوره جدا في كتب اهل الكتاب، ودي اللي كان دور عليها سلمان الفارسي لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام، كان عايز يعرف هو ده النبي ولا لا، فعمل كذا اختبار منهم ان هو كان بيدور على الخاتم. طب مش عارف هيقول له ازاي، وريهوني يعني، طب اقنعه ازاي؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام فهم اصلا، كان فراسه بقى فاهم، فلاقى واحد كده ايه هو من اهل الكتاب بتاع، فعرف، فراح مره واحده راح خلع الشال اللي كان ايه لابسه، ولف كده لسلمان ووراه له. سلمان طبعا بس ايده ورجله بتاع، واسلم في ثانيه، لان خلاص ما فيها دي علامه مالهاش فيش كلام. فهي قد ايه؟ قد بيضه الحمامه، مش قد التفاحه زي ما بيعتقد الناس، لا قد بيضه الحمامه. هي جلده ناتئه شويه، عليها فيها حمره وفيها شعرات كده بسيطه، تمام. مش مكتوب عليها محمد رسول الله، هي يعني برضه من الايه، من الحاجات الغريبه اللي بتقال على الخاتم. هو الا لو مكتوب عليها ما كانت سهله بقى خلاص يعني، يعني فاهم ازاي؟ مش مكتوب عليها حاجه، هي بس كده علامه، وكانت علامه، واهل الكتاب بالذات هم اللي عارفينها ويشهدوا ايه ويشهدوا بيها، تمام. قال بين كتفي خاتم النبوه، وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، صلى الله عليه وسلم، ألينهم عريكة، أخلاقه وطباعه، تتعامل معاه بص رغم كل ده تتعامل معاه ولا أي حاجة، تحس الدنيا سهلة، تحس راجل بسيط، تحس ما يعني تألفه على طول أول ما تتكلم معاه، أنت من بره كده أنت مش يعني خايف تتكلم أصلا، بس مجرد ما تفتح كلام لا تحس الدنيا هديت خالص. وده من كمال الرجل ان هو ما يكونش شديد في الحالين. انا ممكن من بره بان ليا بهائي بس ما ينفعش يبقى كمان وانا بتكلم كده. بعض الناس فاكر ان هو لازم يبقى ليه بهاء وهو بيتكلم، يقول لك لا اتكلم من فوق، اتكلم متعوج عليه، وارسم نفسك عشان محدش يتعود عليك. لا ده مش الكمال، هو بيفتكر ان ده كمال انه كده خلي نفسك شخصيه وبتاع. لا شوف علي بن ابي طالب بيقول الكمال ايه، هو من بره بهاء وحتى في حركاته وفي شكله وفي مقامه لا وضع، بس تيجي تتكلم معاه تحسه الدنيا لانت مره واحده معاك، الله ده قريب قوي. فبيقول ايه؟ قال ألينهم عريكة، يعني تخلطوا كده تحس الدنيا سهله. قال واكرمهم عشره، صلى الله عليه وسلم، من راه بديهه هابه، ومن خالطه احبه، صلى الله عليه وسلم. قال علي لم ارى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم، ما شفتش كده في حياتي حد اجتمع فيه الكمالات دي. تقول انت تشوفه من بعيد تهابه قوي، تقول انا مش هعرف اكلمه اصلا، تخالطه تحبه جدا جدا. وده من الشخصيات زي ما قلنا في اول درس في السيره خالص، النبي عليه الصلاه والسلام من الناس اللي كل ما تقرب منه تحبه اكتر. عاده كل ما واحد تقرب منه بتكتشف عيوبه،
وبالتالي بيتعود عليه، بعد كده بيبقى خلاص واحد صاحبك. فتلاقي كل الناس مثلا ايه تقول لك مثلا شيخ علاء، وفي واحد بيقول لك ابو علاء، يعني ايه لو ما يعني ده الطف اسم طبعا، مش عايز اقول لكم اسماء تانية يعني. ففي صاحبك قوي خلاص بقى، فما فيش مين الشيخ علاء ده يا ابني، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ففي ناس متعودين عليك خلاص، والدتك زوجتك يعني ولادك ممكن يكونوا بيهزروا معاك في هزار مش ممكن اصلا تتحمل حد يشوف، بس النبي عليه الصلاه والسلام غير بقى. ليه؟ خلاص تعودوا عليك وعارفين عيوبك وعارفين اللي فيها وعارفين الماضي، يعني شاعت كده ما انت هتعمل عليا شيخ بقى والجوله. لكن النبي عليه الصلاه والسلام حاجه تانية، كل ما تقرب تزداد تاكد من المزايا، تنبهر بمزايا اكتر. بص علي ده علي ابن ابي طالب، المفروض ده ابن ده ابن يعتبر زي ابنه، هو ابن عمه بس كانه ابنه، هو اللي مربيه يعني، ده قريب قوي يعني، لو في يعني عارفه بيشوفه في نومه في صحيانه في دخوله الخلاء في معاملته لزوج، اللي هو بشوفك في حياتك العاديه، المفروض انت لو قاعد معايا في بيتي هنتعود على بعض بقى وخلاص، لكن مش هتقول عليا لم ارى قبله ولا بعده مثله. يعني ده واحد قريب قوي بيقول انا بقى مش عايز اقول لكم، ده انا يعني مش عارف اقول لكم ايه، ده انا اللي اعرفه اكتر من كتير من اللي انا قلته، بس انا هقول لكم خلاصه الكلام مفيش زيه ابدا، وانا اقرب واحد ليه بقول لك كده. دي شهاده عاليه جدا، ده قريب قوي اللي هو مش عارف اتعود عليه. تمام ازاي؟ انا كل ما اقرب بنبهر اكتر، وكل ما 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 ما, ما جرب يعني مفيش غلطه، مفيش عيب، كل حاجه مبهره، كل حاجه رائعه، كل حاجه مزايا عليه الصلاه والسلام. تمام؟ فديت ده وصف ايه، احنا قلنا كده وصف ام معبد، وصف عليه طالب، ده اشهر الايه اشهر الاوصاف. خلينا نجمل، احنا كده ايه خدناه بس تحس الوصف مبعثر شويه. تمام؟ في بعض الروايات فيها زيادات ممكن هنقولها، واحنا بقى ايه بنجمل الوصف بقى دلوقتي، هنبتدي نحاول نقول بسرعه كده اللي احنا فهمناه ونتخيله عليه الصلاه والسلام من اول فوق لغايه تحت، نمسك كده من اول الشعر. تمام؟ كأننا نازلين كده، وحاول ترسم صورة يمكن لو شفته في المنام ربنا يكرمك تتعرف عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هو لو جالك في المنام هيجي لك على صورته دي المفروض، لو مش على صورته دي يبقى مش هو، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن الشيطان يخدعك بصورة تانية، يعني لو جالك في المنام النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ومن غير لحية خالص، دي مش هو، يبقى ده الشيطان على طول. لو جالك مثلا قصير، لا مش هو. لو جالك اسمر مثلا، لا مش هو. فالشيطان ممكن يتصور بصوره تانية ويحاول يوهمك، لكن مستحيل ياتي في صوره النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده لازم تعرف الصوره عشان تعرف لو شفته، يعني ربنا يكرمك ويكرمنا معاك، تقول هو ولا مش هو، لازم تعرف وصفه. طبعا من وصفه بالنسبه للحيه كانت لحيه كثه كبيره تملا صدره عليه الصلاه والسلام، كبيره عريضه وكبيره، حتى لو هو بيصلي ولو بكى عليه الصلاه والسلام او كده كان يتهز اللحيه، اللي وراه يحس ان ايه لا لحيه كبيره بتتهز، فاهم؟ كانت لحيه كثه عليه الصلاه والسلام. خلينا نقوله كده حتى اللي فات من الاوصاف اللي احنا ما قلناهوش هنقوله بقى في الوصف الاجمالي. احنا قلنا نبدا كده، افتكر بقى معايا كانك انت اللي بتوصف خلاص. اول حاجه الشعر قلنا لا صبت ولا جعد، لا هو ناعم قوي ولا خشن قوي، شديد السواد زي ما قلنا. تمام؟ طيب طول الشعر ايه؟ برضه انا هجيب لك كاني بقول لك الروايات اللي ما قلتهاش. طول الشعر كان شعره صلى الله عليه وسلم اما الى كان إيه؟ يعني تقدر تقول من منتصف الاذن لغايه الكتف، طالع نازل بقى شويه وشويه، يعني هو مش على حال ثابت، مره يقصه مره يطوله مره يسيبه، فكان مره شويه الى منتصف الاذن، شويه الى اسفل ايه حد الاذن، شويه الى ما بين الاذن والكتف، وشويه الى الكتف، بس هو لا بي ما بينقص عن كده وما بيزيدش عن كده، يعني دي احوال. فاذا مساله ايه ربي شعرك لغايه كتفك هي دي السنه؟ لا، هو كان في تفاوت، كان ممكن شعره يبقى فعلا للاذن او اقل شويه، ممكن كان يوصل للايه للكتف. فهي بخليك بسيط في الموضوع ده، ما فيش صوره واحده للشعر تتمسك بيها في الموضوع ده. والبعض قال دي كان عرف، يعني دي مش سنه، ده عرف، كان هم بيربوا شعرهم كده، ان هو العرب وكانوا بيسافروا وبتاع فشعرهم بيطول يعني طبيعي. فيعني لكن اللي ثابت اللحيه، فلو انت عايز تعمل حاجه بجد ربي لحيتك، وعايز تعمل الشعر ما تعملوش، بس ما تقولش سنه واللي ما عملوش يبقى مخالف للسنه، لا. ممكن تقول انا بعمله حب في النبي عليه الصلاه والسلام، عايز شعري يبقى طويل شويه عشان ابقى شبهه، بس ما تقولش دي مش سنه، والله تعالى اعلم. وبعد كده ما تجيش تربي شعرك وحلق دقنك، طب ما يعني تضحكش على بعض، قول انك عايز تربي شعر، بس ما تقولش انا بعمل سنه بقى وتحسسني ان انت ايه الجمدان يعني. طيب خلاص؟
فقلنا ايه شعره كان بيتفاوت اما من اذن كده لغايه الكتف مره يطول مره يقصر. طيب كان في اول امره صلى الله عليه وسلم يزدله ثم كان يفرقه. يعني ايه كان بيزدله؟ يعني كان بيرجعه لورا وبعد كده بقى يفرقه، بقى بيعمل فرق في النص كده، خليه مفروق في النص. ده في الاول كان بيزدله يشده لورا كده على طول زي ما هو، وبعد كده في اخر حياته كان ايه كان بيفرقه مش على الجنبين، يعني يفرقه كده في فرق في النص وبرده لورا يعني. تمام. طيب يبقى دوت. خلينا نتكلم على الشعر عموما بقى. الشارب، الشارب كان ايه؟ منهوك. يعني ايه؟ يعني بياخد منه على عليه الصلاه والسلام، فكان بيبقى خفيف قوي الشارب، خفيف ومش مش بيطول ولا بينزل عن حد الشفه. هو كان بيقول ايه احفو الشوارب، يعني كان ينهك الشارب، كان ليه شارب بس شارب ايه خفيف عليه الصلاه والسلام. اللحيه كانت لحيه كثه، لحيه كبيره عليه الصلاه والسلام، سوداء شديده السواد، كثيفه تملا الصدر عليه الصلاه والسلام. تمام. كان طويله كده وعريضه، وكان ممكن حتى اللي لو اتكلم مثلا او يعني ايه تنفعل ولا بتاع تهتز ليه تهتز هذه اللحيه. شعره فضل اسود طول حياته عليه الصلاه والسلام، وفي اخر حياته بس ظهر فيه بعض الشعرات البيضاء. والصحابه بيقولوا كانوا 20 شعره بيضاء، كان بيعدهم 20، يعني عنده 63 سنه ما طلعلوش غير 20 شعره بيضاء. وكان ليها سبب، قال شيبتني هود واخواتها. مش مثلا الشعر ابيض عشان العمر، لكن لما ارى قران سوره هود والواقعه والمرسلات والحياه اللي فيها يوم القيامه دي، من كتر خوفه من ربنا شعره بيض. عارف انت واحد لما بيتعرض لضغط شويه ممكن شعره بيض اسرع من الطبيعي، فهو بيض شعره بسبب سوره هود. حاجه ما خيال سبحان الله. يعني الشاهد يعني ان هو كان 20 شعره بيضاء. كان فين ال 20 شعره بيضاء؟ اغلبهم كان هنا في العنفقه دي، يسموها العنفقه، هي الحته اللي تحت على طول الشفه دي. وكان في بعض الشعرات في الجزء دوت اللي هو جنب شحمه الاذن دوت، وكان في مفرق الراس برده حاجه بسيطه قوي، مفرق الراس اللي هو الفرق اللي قلنا عمله، كان في برده حاجه بسيطه. اغلبهم كان هنا وحاجه بسيطه هنا وحاجه بسيطه ايه في مفرق الراس بس. هم دول الشعرات البيضاء اللي طلعوا. طيب تعالى ننزل بقى شويه الجبهه. احنا في برده بعض الوصف، كان في وصف الجبهه، كان الجبهه بتاعته كانت عريضه عليه الصلاه والسلام، كان عريض الجبهه. احنا قلنا راسه كبير اصلا عليه الصلاه والسلام، او يعني مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، فكان جبهته عريضه عليه الصلاه والسلام. تمام. واسع الجبهه، كان ابيض لونه، ابيض مشرب بحمره، الحواجب مقوسه، تحس ان هي بتتقابل بس في الاخر كده فاصله خفيفه بتتقابل على خفيف زي ما قلنا. كان عليه الصلاه والسلام لا هو ابيض امهق اللي هو تحس ان هو ابيض فيه كانه مرض شويه، ولا ادم اللي هو ايه ولا اسود، انما كان ابيض مشرب بحمره. رموشه طويله، عينه واسعه عليه الصلاه والسلام، سودة خالص حولها بياض، تحس ان هي مرسومه وكان في كحل. وجهه اقرب للاستداره، مش دايره ولا هو كالسيف نحيف، انما كان وجهه قريب للاستداره عليه الصلاه والسلام. كان احمر المآقي، لو قربت شويه من عينيه كده تلاقي خطوط حمراء في الحته اللي هي قريبه من الايه من الانف ديت. انفه عليه الصلاه والسلام كان يقوله كان اقنى الانف، يعني انفه لا كانت كبيره ولا صغيره، كانت وسط واقنى، يعني يعني فيها حده في في في, في الارنبه، يعني دي مش تخينه، يعني فيها ايه رفيعه كده، يعني هي مش كبيره ولا صغيره وبتنزل بحده كده عليه الصلاه والسلام، وده اجمل ما يكون في الايه في الانف. نعم. ويقولوا فيها حدب، حدب يعني رفع في نهايتها. خده عليه الصلاه والسلام، هل خده كان غايص لجوه ولا عنده الوجنتين اللي هم البارزتين دول اللي هم تحس، ولا كان سواء؟ كان سهل الخدين عليه الصلاه والسلام، سهل الخدين ايه؟ يعني لا هو غايص ولا ايه بارز، خده لا بارز ولا داخل لجوه، سهل الخدين، تحس ان هو ايه؟ يعني لا بروز ولا 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 ايه ولا غايص كده يعني. تمام؟ الشارب خفيف قلنا عظيم اللحيه، كان الفم كان ضليع الفم، يعني فمه واسع عليه الصلاه والسلام، وكان هي مزيه في الرجل، مزيه في الرجل يمدح بها ان يكون ضليع الفم عليه الصلاة والسلام. أسنانه بيضاء عليه الصلاة والسلام، وكان في فروقات يسيرة جدا بين الأسنان، إيه تحس في فرق حاجة كده تشوفها من قريب، فروقات يسيرة قوي بين الأسنان كده عليه الصلاة والسلام. براق الثنايا عليه الصلاة والسلام، قلنا إيه كان رأسه كبير نوعا ما عليه الصلاة والسلام، عنقه طويل وأبيض صلى الله عليه وسلم. أما بقى المنكب كان عظيم في الوصف، عظيم المنكبين، يعني عريض عليه الصلاه والسلام، كتافه ما اللهم بارك ضخمه قويه مليئه بالايه بالعضل واللحم. صدره واسع شديد القوه عليه الصلاه والسلام، قال عظيم الذراعين، يعني دراعاته كده مش زينا كده
يعني ايه، لا دراع دراع فاهم، مليء مكتنز مكتنز بالايه، باللحم عليه الصلاه والسلام، عظيم الذراعين. عارف يعني ايه الصحابه لما يوصفوا واحد عظيم الذراعين؟ هم اصلا كلهم جامدين، لا في قوه، قوه شديده باين عليه عليه الصلاه والسلام. الصدر والبطن ايه سواء، لا طويل قوي ولا قصير قوي، انما اقرب الى الايه، هو الى الطول اقرب. زي ما قلنا كان، زي ما قلنا في شعر في اليدين كده لغايه وانت طالع شويه، مفيش شعر في الصدر، مفيش شعر في البطن، انما المسروبه الشعر الخفيف دوت اللي ما بين الصدر والايه والبطن. كان صلى الله عليه وسلم في ختم النبوه ده قلنا عليه، وكان رحب الراحه، كانت ايده كده كبيره شويه، حاجه كبر معتدل، تحس ان الراحه كبيره، راحته كانت كبيره ولينه جدا عليه الصلاه والسلام زي ما هنشوف. وكان صلى الله عليه وسلم ساقه مثل بيقولوا كانها جماره. يعني ايه جماره؟ الساق بتاعته اللي هي تحت الركبه الى تحت، يعني ايه جماره؟ عارف انت قلب النخله، نخله لما تشيل كل اللي عليها في النص كده بيبقى في حاجه كده ايه مستويه شديده البياض، بيسموها جماره النخله. شيل كل الطبقات دي بتلاقي في جوه حاجه بيضاء قوي وتحسها ايه مصبوبه كده، يسموها جماره النخله. عارفها دي؟ بتيجي في بعض الايه الفيديوهات، الناس اللي في الغابات وبتاع بيقعدوا يقصوا كده في النخله لغايه تطلع بتاعها كده بيضه جدا، يقولوا ساقه كانت عامله زي كده، اللي هي تحس ان هي مصبوبه كده وبيضه ومكتنزه، مكتنزه قويه وبيضه جدا ومصبوبه كده، مفيش بقى ايه صلى الله عليه وسلم حته واحده، كانها حته واحده. ضخم القدمين منهوس العقبين، يعني ضخم القدمين منهوس العقبين، ضخم القدمين رجله ضخمه عليه الصلاه والسلام، قويه طبعا، كل ده مناسب مع الحجم. في نفس الوقت منهوس العقبين، العقب اللي هو اللي احنا بنسميه الكعب، اللي هو اخر حته من ورا دي، كانت رشيقه ما كانتش ضخمه، دي كان فيها ايه، كان منهوس العقبين يقولوا يعني قليل لحم العقب، يعني كان فيها رشاقه، هذا الجزء كان فيه رشاقه صلى الله عليه وسلم. كلامه فصيح مفصل، وكان صوته زي ما قلنا فيه بحة كده عليه الصلاة والسلام، جميلة تجذب السامع وتلفت انتباهه، وكان وضيئا بهيا جميلا صلى الله عليه وسلم. فده يعني وصف كده ايه، تحاول ترسم الصورة بقى كده عشان ايه ربنا يكرمك ويكرمنا ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام. خليني برضو ايه اختم لكم ببعض الكلمات الجميلة للصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع نقول هو النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا كان أجمل من يوسف عليه السلام، لذلك العلماء يقولوا هل كان يوسف أجمل ولا النبي عليه الصلاة والسلام أجمل؟ مفيش حد بيقولش النبي عليه الصلاة والسلام أجمل، كله متفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل من يوسف عليه السلام. ودليل أنس روي عنه أنه قال قال ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الوجه حسن الصوت، يعني لازم صوته جميل وشكله جميل، كل الأنبياء كانوا شكلهم جميل وصوتهم جميل، تمام؟ كان حسن الوجه حسن الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحلاهم صوتا. ده شهادة من أنس رضي الله عنه وأرضاه، بيقول أحسن واحد فيهم في الوجه وأجمل صوت فيهم. والراوي يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام مرة يقرأ في سورة التين فما سمعت في حياتي صوتا أجمل من هذا. شوف يعني صوته أصلا، إذا مزامير داود كلها هو أحلى من صوت داود عليه السلام، وشكله أجمل من يوسف عليه السلام. طب إذا كن داود عليه السلام أوتي مزامير، ده لا يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أوتي أعلى منه في ذلك الباب. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج أن يوسف أوتي شطر الحسن، فبيردوا عليه بكذا إيه بكذا احتمال. احتمال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد شطر الحسن، حسن الناس، ولم يتكلم عن نفسه أصلا، يعني على اعتبار أنه هو المتكلم، فلما انت بتتكلم توصف حد ما بتجيبش سيره نفسك يعني، فعايز يقول شطر حسن الناس، الناس ما عدا انا يعني، تمام؟ هو ما جابش، هو كان يتواضع عليه الصلاه والسلام، فكانه بيوصفه بالنسبه للايه للناس، هو اوتي شطر حسن الايه شطر حسن الناس، تمام. وقيل القول الثاني ان هو اوتي ايه اوتي شطر الحسن، ولا يمنع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم شاركه في ذلك الشطر ثم فاقه عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم بشيء من الشطر الثاني، يعني هو زيه في الشطر الأولاني وزاد عليه كمان شوية، فغلب يوسف عليه السلام وكان ليه نصيب من الشطر الثاني كمان، تمام. فالشاهد يعني ان اتفاق العلماء على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل من يوسف عليه السلام وصوته أحلى من داود عليه السلام، لذلك يقول البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم.
وسئل البراء أكان وجه النبي مثل السيف زي وش كده؟ قال لا بل مثل القمر، مثل القمر كان مستديرا صلى الله عليه وسلم. وقالت الربيع بنت معوذ قالت لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنك رأيت الشمس طالعة طالعة صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترس، هو ماشي عادي وإحنا قاعدين نجري مش عارفين بنجري ليه. قال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، قطعة قمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرق، وكان عرقه كاللؤلؤ ينزل كده كأنه بحبات لؤلؤ، وكان ريح عرقه أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يطيبون مسكهم بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا كان إذا غضب أحمر وجهه، أصلا أزهر، فلما يغضب هيعمل إيه؟ وشه أحمر. قال كأنما فوقئ في وجنتيه حبات الرمان، كأن في حبات رمان في وشه من حمرار الوجه لما يغضب عليه الصلاة والسلام. وكان قال جابر كان لا يضحك إلا تبسما، كانش بيكهك صلى الله عليه وسلم، كان إذا ضحك ضحك إيه يتبسم بس، ودرجة الابتسام هي اللي بتزيد وتنقص عنده، ممكن يبتسم هيقول لك تبسم حتى بدا نواجزه، يعني ده ابتسم قوي لغاية ما لقيه بانت النواجز ديت، فدرجة بس الابتسام هي اللي بتتغير، لكن هو كان يبتسم بس عليه الصلاة والسلام، فيش الكهكاء والكلام دوت. قال كان أحسن الناس ثغرا، احنا قلنا ضليع الفم، بس ضليع الفم مش شكل فم وحش، لا فم عظيم في نفس الوقت جميل، رسمة الشفاء مع الأنف مع أحسن الناس صغرا عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس كان أفلج الثنيتين، السنتين دول في بينهم خده خيط مفروين عن بعض بحاجة بسيطة، إذا تكلم كأن النور يخرج من ثناياه عليه الصلاة والسلام، تحس الحتة دي نوارد بتطلع نور كده سبحان الله. وقال أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا، في بص شوف القوة دي، ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أو عنبرا قط ومسكا قط أطيب من ريح وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جحيفة يقول أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وقال جابر بن سمرة كنت صبيا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، كأن حط يده كده عند عطار جواها وطلعها صلى الله عليه وسلم. قال أنس كان عرقه اللؤلؤ، قالت أم سليم وكان أطيب الطيب. وقال جابر ما سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا قط فتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلك هذا الطريق من طيب عرفه، يعني رائحته، وفي رواية من طيب عرقه، إن عرقه هو نفسه إيه؟ هو نفسه رائحته الطيبة عليه الصلاة والسلام. وأخيرا خلاصة القول في النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر ابن سمرة اختصر كل الدرس، قال رأيتني في ليلة والقمر فيها باد فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر ثم أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أحلى وأجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. هذه خلاصة الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول الطريق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أن تكثر من استحضار هذا الوصف، أولا أن تكون شديد الاتباع له عليه الصلاة والسلام في هديه وسمته، أن تكون كثير الصلاة عليه الصلاة والسلام، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يريك النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في بشرة طيبة، أن تتفكر فيه عليه الصلاة والسلام في صباحك وليلك ونومك وسيرك، وتبقى هو شغلك الشاغل عليه الصلاة والسلام، وأن يعني تعمل على سلامة قلبك، فإنه لن يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحد شفاف زي ما يقولوا كده، كل ما كان قلبك سليم كل ما كنت أكثر شفافية كل ما كنت أقرب إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في رؤية طيبة مبشرة. أخيرا نقول كما قال الشاعر كل القلوب إلى الحبيب تميل صلى الله عليه وسلم، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا
فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا خير الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا ربي إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.